ناقشت لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى في اجتماعها برئاسة سعادة السيد رضا إبراهيم منفردي رئيس اللجنة مسودة بنود الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، وذلك بحضور سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، وسعادة الدكتور عبد الرحمن عسكر الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية. وقد أكد سعادة رئيس لجنة شؤون الشباب أن هناك توافقا بين اللجنة وسعادة وزير شؤون الشباب والرياضة على المبدأ الأساسي لأهمية وضع تشريع للاحتراف الرياضي في مملكة البحرين، وذلك لما تشهده الرياضة البحرينية من نمو وتطور كبيرين والتوجه نحو تحويل الرياضة في المملكة إلى صناعة والنهوض بالأندية والاتحاد بما يعطيها قوة واستقلالية وتمارس دورها وتحقق تطلعاتها وأهدافها وفق أنظمة وقوانين متقدمة. طبعا احنا استلمنا اقتراح بصيغة قانون بالنسبة للاحتراف الرياضي، وهذه مبادرة كنا ننتظرها من زمان، من يوم ما بدأ سمو الشيخ ناصر ودشن برنامج استجابة بتاريخ 18 مارس 2018 وتكلم عن الاحتراف وجدية الاحتراف في البحرين وجدية برنامج تحويل الرياضة في البحرين من ترفيه إلى صناعة كاملة. احنا حابين ان ننيب هالموضوع لان مسألة الاحتراف الرياضي مهم للشارع الرياضي وللشباب البحرينيين. اذا هالموضوع تم تشريعه راح يسهل الكثير من الشباب في هالمجال.